عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي. مرحبا واضح معكم سعد رمضان. بلشت بالموسيقى لأنه كنت بعائلة موسيقية بعائلة فنية، كانت والدتي تغني وخالي أستاذ بالكونسرفاتوار، فبلشت على عمر 10 سنين درست بيانو وفت بمجال فن على عمر 21 بأحد بروجرامات الهواة. من وقت ما بلشت غني لليوم عندي يمكن تقريبا 22 أغنية أو يمكن أكتر شوي. أكتر أغنية أخذت وقت هي أنت وأنا، أخذت تقريبا شي 9 أشهر لخلصت. أنت وأنا كتير أزينا من الماضي. الحمد لله أنت وأنا جابت أرقام كبداية، يعني بعدها لأنه صار لها تقريبا شي 4 أيام أو 3 أيام صار عليها 2.5 مليون تقريبا على اليوتيوب، طلعت تريندينج نمبر 1 على اليوتيوب بلبنان وبأكثر من دولة عربية، كانت ترند بين الأول 10 أغاني. واللي انبسطت فيه أكثر وأكثر هي إنه وورلد وايد طلعت رقم 21 ترندينج على اليوتيوب. أصعب مرحلة هي من بعد ما ظهرت البروجرام، هي أول 2 أو 3 سنين من وقت ظهرت البروجرام. واللي ما بيعرفوا عن الفن إنه إذا بده يعمل واحد أغنية أقل شيء بدها تكلفه 40,000 و50,000 دولار، بوقت أنا ما كان معي يمكن دولار لحتى أعمل أغنية. ما في شيء مستحيل بالحياة لما الإنسان يحط براسه شغلة، ولما الإنسان يكون عنده إيمان بحاله بالأول وعنده ثقة بحاله، تلقائيا العالم رح تصير توثق فيه، تلقائيا رح يوصل للي هو بده إياه. فما في شيء، أنا أصلاً كلمة مستحيل مش موجودة بقاموسي كلياتها، ما في شيء مستحيل، دائماً الإنسان يجرب. في أغنية جديدة إن شاء الله، وهالمرة بوعدكم إنه ما رح طول 9 أشهر، لأنه الأغنية أوريدي عارف شو بدي، يعني عارف منقية للأغنية وخالصة.